ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بالتوقيع على اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان وعدد من الحركات المسلحة الذي جرى اليوم في مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، مشيدة بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها أن تسهم في طي صفحة الصراع العسكري المرير وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق. وتعرب وزارة الخارجية عن تقديرها لدور جمهورية جنوب السودان والجهود التي قامت بها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، مما سوف يمكن الشعب السوداني الشقيق من تحقيق تطلعاته للسلام والاستقرار والازدهار، مجددة موقف مملكة البحرين الداعم لجمهورية السودان الشقيقة في جهودها لتحقيق الأمن والسلم في كافة الأراضي السودانية ودفع مسيرة التنمية الشاملة لما فيه الخير والنماء للشعب السوداني الشقيق.